يا مساء الورد ويا مساء الفل عليكم يا احلى متابعين. ايه عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض كيكة التايجر. ايه خلينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هي كيكة سهلة وبسيطة. ايه بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا. شايفين شكل الكيكة؟ ايه وارتفاعها عامل ازاي؟ يلا بينا نعرف التكات والأسرار بتاعتها. يلا نبدأ ونقول بسم الله. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. معايا 2.5 كوباية من الدقيق، معايا باكو بودر، باكوين فانيليا، ومعايا 4 بيضات، 0.5 كوباية سمنة على الزيت، 1 كوباية سكر، 1 كوباية لبن، معلقة كبيرة خل، 2 معالق كاكاو خام، وذرة ملح. هننزل بالبيض بقى في الخلاط، وكوباية اللبن، وهننزل برضو بالسكر والسمنة على الزيت، وهننزل برضو معانا بذرة الملح وبكوين الفانيليا، ونضرب بقى كل ده كويس في الخلاط. ايه دلوقتي بقى نضربهم كويس وبعدين نرجع مع بعض تاني. ايه دلوقتي هحط الدقيق وهقلب عليه بقى البودر بتاعه. نقلب بقى كويس، وهننزل بقى بالمقادير اللي ضربناها في الخلاط، ونقلب بقى لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. بس نخلي بالنا احنا بنقلب الكيكة في اتجاه واحد عشان الهواء اللي يدخل فيها ما يخرجش تاني. نقلبها كلها في اتجاه واحد كده زي ما انتوا شايفين، ايه لحد الدقيق ما يدوب خالص وما يبقاش فيها دقيق. ايه ودلوقتي بقى معايا معلقة الخل، انا ما حطيتهاش في الخلاط، انا حبيت ان انا احطها بعد ما اقلب الكيكة. هنزل بقى بمعلقة الخل، نقلب بقى كويس. شايفين لونها بدأ يفتح اول ما حطيت الخل. إيه هنجيب بقى بولة كمان، وهنقسم بقى الخليط ده على نصين عشان نقلب عليه الكاكاو. نحاول يعني ان احنا نقسمه نصين مظبوطين، ونص منهم هننزل بقى عليه بمعلقتين الكاكاو، وزي ما قلت لكم كاكاو خام. نقلب بقى كويس. ايه انا لقيتها محتاجة لسه شوية من اللبن، نزلت عليها كده بمعلقتين من اللبن عشان لقيتها تقيلة جامد. وتعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي بقى في الصينية بتاعتنا. هنجيب الاول صينية مقاس 24، دلوقتي بقى هنجيب الصينية بطنتها اهو زي ما قلتلكو. هنجيب بقى معلقة عشان نعرف نتحكم. هننزل بقى بشوية من الكيكة الفاتحة،
شوية كده في نص الصينية، وبرضو ايه فوقيهم كده بشوية من الايه من الكيكة اللي عليها الكاكاو ايه، ونفضل بقى ننزل لحد ما نخلص ايه الكمية بقى اللي عندنا كلها دي. يعني اسهل طريقة تعرفي تظبطي بيها ايه بدل كيس الحلواني. هنفضل بقى نعمل كده لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا، ننزل بقى بشوية من اللي عليها الكاكاو وشوية من اللي فاتحة لحد ما نخلص بقى كل الكمية. كده بقى بنكون خلصنا الكمية اللي معانا، هنعمل بقى نشكل فيها شوية إيه، ممكن بخلة شيش طاووق او انا معاه بعمل بالسكينة، هنعمل بس فيها خطوط كده نسحب فيها خطوط عشان تدي معانا شكل برضو إيه. ندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، بنكون مولعينه من قبلها بشوية، هوريها لكم بقى بعد ما تطلع. ده كده بقى بيكون شكلها، شايفين اللي السمك بتاعها وهشة جدا. وكده بيكون الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش اللايك والاشتراك.